تمام السادسة والنصف من قسم الأخبار، نحييكم مشاهدينا ونبدأ النشر بالعناوين. العلاقات التونسية الجزائرية نحو تدعيم التعاون لضمان أمننا الحدودي. الانقطاع المبكر عن الدراسة ظاهرة تتعمق دوافع متعددة تبحث عن إصلاحات. الملتقى الجهوي للموسيقى والكرة بالمنستير صقل لمواهب أطفال المدارس. مرحبا مجددا بملف العلاقات التونسية الجزائرية. نبدأ النشر. لقاءات بين مسؤولي الدولة من الجانبين من أجل إمضاء اتفاقيات لمزيد تدعيم التعاون الثنائي في المجال السياسي والأمني والاقتصادي ضمانا للأمن الحدودي بين البلدين. العناية بالمعابر الحدودية والعمل على تشجيع تدفق الوفود السياحية في الاتجاهين والنظر في إمكانية إحداث خط سياحي بحري هي أبرز الاتفاقيات التي توصل إليها الطرفان التونسي والجزائري في المجال السياحي. وحكينا على النقل بين تونس والجزائر وبين وحكينا على نقاط أخرين كما الاستقبال وكما الشراكة في السياحة بين البلدين. هناك تفكير في إنشاء خط بحري سياحي ما بين يعني البلدين، هذا لتنويع يعني أطر ووسائل اللي من خلالها يعني راح نحفز ونشجع التدفق السياحي في الاتجاهين. وفي قطاع التجارة اتفق الجانبان على تطوير المعاملات التجارية بين البلدين وتحفيز المتعاملين الاقتصاديين للارتقاء بهذه المعاملات. احنا عندنا حدود مشتركة، احنا والقطر الجزائري الشقيق، يمكن تطور اكثر ما يمكن في المعاملات التجارية نتاعنا، وما عندناش حتى حل وان المبادلات تتحسن اكثر ما يمكن في كلا الاتجاهين الجزائري والتونسي. حجم العلاقات في تقريبا تفوت 2 ملايير دولار بين البلدين. احنا تكلمنا كيفيه تطوير هذه العلاقات التجاريه والاقتصاديه باش تصبح على مستوى العلاقات السياسيه والامنيه اللي هي علاقات جد جيده. وعلى الصعيد الأمني أكد الجانبان على مزيد التنسيق وتوحيد الجهود في ظل تزايد المخاطر الأمنية وتنامي ظاهرة الإرهاب. التعاون هذايا باش يكون يعني ضروري ولازم ومستمر ومتواصل، ونتواصلوا واللقاءات هذه تدخل في نطاق العمل هذايا المتواصل للتعاون الأمني ولمزيد التنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية. وتنعقد اللجان القطاعية المشتركة خلال الأشهر القادمة لبحث السبل الكفيلة بتفعيل هذه الاتفاقيات. اتفاقيات تونسية جزائرية لدفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات في انتظار تفعيلها على أرض الواقع. أحسن الكريمي، التلفزة الوطنية التونسية، الجزائر. أمنيا تمكنت صباح اليوم وحدات الحرس الوطني التابعة لإقليم الحرس الوطني بمدنينة أثناء عملية مطاردة من حجز 38 بندقية صيد عيار 16 كانت على متن سيارة تونسية بمنطقة تاجرة التي تبعد نحو 10 كيلومتر عن المدينة وفق ما أفاد به مصدر أمني. وأوضح المصدر ذاته أنه أثناء ملاحقة السيارة قام صاحبها بدخول وسط وادي مما دفع وحدات الحرس الوطني إلى إطلاق النار نحو السيارة ليفر صاحبها تاركا السيارة بما تحتويه من بنادق كانت مخفية بأحكام تحت أكياس من الإسمنت للتمويه. وأضاف المسؤول الأمني أنه لم يتم إلقاء القبض على صاحب السيارة مرجحا أن يكون قد أصيب بطلق نارية. في الشأن التربوي نسلط الضوء على ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة في الأرياف خاصة، أين أجمع المتدخلون على أن الوضعيات الاجتماعية الصعبة هي السبب الرئيسي لهذه الظاهرة. أنهكه عمله الشاق ليتوجه إلى الحنفية يروي ظمأه ويزيح عرقا تصبب على وجهه نتيجة أشعة الشمس الحارقة. محمد الخامس الذي كان فيما مضى تلميذا ليتحول إلى عامل يومي بعد انقطاعه عن الدراسة بسبب ظروفه الاجتماعية القاسية. بطلت القراية خاطر ظروف تاعنا سايبة برشا وخويا مريض، اضطريت اني باش نبطل نوير قرايه ونمشي نخدم خدمه بني خاطر ما عندناش حتى مورد رزق.
محمد الطاهر هو الآخر وجد نفسه خارج أسوار الدراسة لنفس الأسباب. ما عندوش باش يدخلني للتكوين المهني هذاك علاش وقف تشوف الحالة ولا عندي دبش جديد باش نقرا فيه وظروف صعيبة ياسر تشوف العيشة كيفاش. وعلاوة عن الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي نمت من ظاهرة الانقطاع المبكر عن التعليم، أكدت دراسة أجريت على 152 منقطعا أن 71% من الأسباب تعود إلى المؤسسات التربوية ذاتها التي تفتقر إلى كل المقومات الأساسية خاصة بالمناطق الريفية. ليش لهنا في المنظومة التربوية ثم أسباب انقطاع مرتفعة؟ لأنه التلميذ هذا اللي جاي من الجبال وجاي من المناطق البعيدة وقت يمشي للمؤسسة التربوية ذي نلاقي منظومة صحية معناها سليمة تحتضنه، لا يلقى معناها مواقع وفضاءات مهيئة لحمايته من البرد، لحمايته من مخاطر الشارع. عدد المنقطعين عن الدراسة تطور بنسق تصاعدي ما بعد الثورة بتونس ليفوق 100,000 منقطعا، 11.2% منهم من الجسرين، وهو ما يطرح دور الحوار الوطني في وقف هذا النزيف. في تطورات ملف وليد الكسيكسي المفقود في ليبيا منذ أشهر، عائلته تناشد المجتمع المدني والحكومة للتحرك في ظل شح المعلومات عن ابنها المفقود. بلوعة وحرقة عائلة الكسيكسي تنتظر عودة ابنها. علامات الخوف والحيرة تبدو جالية على وجوه عائلة والد الكسيكسي المفقود في ليبيا منذ 7 أشهر مع غياب المعلومات عن مصيره. حيرة ازدادت أكثر خاصة بعد توتر الأخبار الأخيرة عن المصير المجهول لنادر الكتاري وسفيان الشوربي. طبعا 7 شهور من 23 أكتوبر إلى يومنا هذا والد مفقود، ما نش عارف شكون اللي من هزوه في ليبيا. معلومات صحيحة حتى كثر معلومات ما هي صحيحة 100%، وطلب من ملح الحكومة التونسية، رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وزير الخارجية، جميع المجتمع المدني يتحركوا لوليد لأن إنسان قام بواجب نحو تونس. عائلة وليد تطالب الحكومة وعلى رأسها وزارة الخارجية بإعطائهم معلومات تفيد حقيقة مصير ابنهم، معلومات قد تبعث فيهم الأمل. مساج خاص للخارجية نذكرهم ان وليد ولد الخارجيه، علاش تخليتوا عليه؟ هو فاش تخلى عليكم؟ هو خدمكم بقلبه، خدمكم على ما قصر معاكم في حد شيء. في 7 شهور تو ما نعرفوا عليه حتى شيء، راكورني ما ندريش عليه وين، كيفاش عايش، كيفاش عامل، كيفاش ما نعرفش عليه. كيفاش نطلب من الدوله التونسيه تعمل مجهوده يجيبوا لنا ولادنا. أمل عائلة وليد في عودته لم ينقطع، ولكنه أمل أحيانا يفقد في لحظات ضعف أمام طول فترة غياب وليد. ورسائل كثيرة توجهها العائلة للحكومة التونسية والمجتمع المدني والقبائل الليبية إلى إيجاد ابنهم في أقرب الأجال. أتطرق إلى ما آلت إليه الصحافة الورقية ومظاهر الصراع بينها وبين الصحافة الإلكترونية، مثلت محور ندوة دولية بمدينة سوسة حول الصحافة المكتوبة ورهانات المستقبل من الورق للإلكتروني بحضور الجهات المعنية. جرائد ومجلات رصفت لتجذب قراءها، ومع ذلك يكتفي البعض بقراءة العناوين أو المرور دون التفات، ونقص في المبيعات يشتكي منه الباعة. تحت برشا ما حسب ما عادش جرايد كما قبل. جرايد قبل يوم كنا تبيع مثال في الجمعة تبيع مثال 300 وتبيع في 100. تقلص رواج عناوين الصحف أمام الغزو المعلوماتي دفع بجمعية علوم وتراث بالقلعة الكبرى إلى تنظيم ندوة حول الصحافة المكتوبة ورهانات المستقبل من الورق إلى الإلكتروني. هذه الصحافة المكتوبة اللي عاشت من 1860 في تونس ومتواصلة اليوم، هل ستبقى أمام الزحف الإلكتروني اللي قاعد اليوم تأخذ معلومة في لحظة في لحظتها من غير ما تستنى الجريدة بيجيكم الغدوة؟ أسئلة وإشكاليات حاول المتدخلون الإجابة عنها. الصحافة المكتوبة لها ماضي مجيد ومنذ القرن 17 وهي ما أغزلت قيمة الذات إلى اليوم، ولا أظن أنها ستنتثر بهذه السهولة، فهي وقفت أمام منافسة الإذاعة، أمام منافسة التلفزة، ولا شك أنها ستقف أمام منافسة هذه الصحافة الإلكترونية. ميثاق للصحف المكتوبة ومحتوى يتميز بالمصداقية وصحافة مختصة، معايير يراها أهل الاختصاص ضرورة لفرض هذا المنتوج الإعلامي أمام الغزو الإلكتروني. نحتاج إلى منظومة أخلاقية ومواثيق شرف سلوكية تجعل من الصحافة الإلكترونية
يعني ذات معايير مضبوطة. لابد أن تتغير صورة الصحافة المكتوبة بحيث تصبح صحافة متخصصة أكثر منها، بحيث تصبح صحافة استقصائية أكثر منها صحافة متنوعة. أن تكون المعلومة ورقية أو إلكترونية، الأهم هو المحتوى، ولما لا أن يتكامل فيما بينهما. في أخبارنا الثقافية، إبداعات وابتكارات تركية سحرت مواكبي تظاهرة الأيام الثقافية التركية ببرج القلال بصفاقس، والتي قدمت خلالها بعض اللوحات الفنية إلى جانب منتوجات في الصناعات التقليدية. إبرو تعبير فني طريف شد انتباه كل من شهد الأيام الثقافية التركية ببرج القلال. أول مرة ما أنا نشوفها قدام التكنيك هذه اللي هي الرسم على الماء، حاجة عجوبة عجوبة، يعطي الصحة برافو عليه. بالنسبة للرسم على الخزف يعني صناعة تقليدية ونقوشات يعني تتميز بها تركيا والمدينة هذه اللي جاء منها. أهداف الجمعية هي التفتح على الثقافات الأخرى وعلى الفنانين من بلدان أخرى، خاطر احنا في صفاقس راهو مش كيف ما العاصمة، ما عندناش الفرصة باش الفنانين يتعرفوا على فنانين أخرى من بلدان أخرى. هذه الأيام التي حضرها السفير التركي لم تكتفي بعرض لوحات تشكيلية وفنية وصناعات تقليدية، بل وفرت ورشات لعدد من فناني صفاقس هواة ومحترفين. فماشي اكتشافات بالنسبة لك؟ اكتشافات ايه، فما حوايج مش كان ديفيرونت على اللي نعملوهم احنا. من خلال هذه التظاهرة نجموا زادة احنا ان نسافروا بثقافتنا الى تركيا، وهذاك هو اللي الهدف اللي نبحث عليه، هو تقارب الثقافات. هناك تشابه في ثقافتنا وتاريخنا، نحن نتقارب في هذا المجال، ومن هذا المنطلق أردنا أن نقدم عرضا لأصدقائنا في صفاقس. بالفنون وبعض الحرف التقليدية التركية تأسست هذه التظاهرة لأول مرة خارج العاصمة، لعلها خط فني مباشر بين تركيا وصفاقس عاصمة الثقافة العربية للسنة المقبلة. يحاول البعض من أصحاب الحرف على اختلاف اختصاصاتهم المحافظة على تراث حرفي بما يحمله من رمزية. حسين حداد حرفي في سيدي بوزيد في الحدادة التقليدية يحاول الصمود من أجل إبقاء هذه الحرفة رغم الصعوبات ألا تندثر. بخطى متثاقلة يستقبل حسين يوما آخر يشبه سابقيه، يبدأ بإعداد أدوات عمله في الحدادة التقليدية، حرفة تصارع من أجل البقاء أمام زحف الصناعات الحديثة التي تهددها بالاندثار. نخدم الحديد يعني الصناعة التقليدية، وبالنسبة للصناعة هذه قضى عليها الليزونجيا وقضى عليها الميكانيك السوري، المنجل شبه اللي باش يقطع اللي لاش خرجوا له كماكينة نتاع حصاد وماكينة نتاع تليدين الصغيرة، لم خرجوا له ماكينة باش يزز وحده، ما عادش نجم ما عادش يصنعوه. التقدم في السن بالنسبة لحسين وغيره من الحرفيين في مهنة الحدادة التقليدية يمثل لهم هاجسا خوفا من مستقبل قد يكون أسوأ من الحاضر. اللي يكبر فينا نحن من الصناعة التقليدية بيه يعني يلزم كان يحاول أنه باش يمشي يكبر، ما عادش ما عندوش باش يعيش، يا أما سياسي وإلا يعني يتلاح في تركينا في دار. تدخل الدولة من خلال تنظيم ودعم قطاع الحدادة التقليدية بولاية سيدي بوزيد قد يعيد الأمل لحسين وزملائه. ما ثماش يعني إعانات باش تدعم بها الصناعة التقليدية دي. حاجتنا مثلا باش نعملوا باش يعملوا يعني حي صناعي كل حرفيين الآخرين، وماذا بينا إنه يدعمونا أكثر ما يمكن. الحدادة التقليدية وغيرها من الحرف اليدوية جزء هام من موروثنا الثقافي ومن إرث الأجداد وهوية مجتمعنا، ساهمت رغم بدائيتها في توفير ما يحتاجه الفرد والأسرة من أدوات ومعدات وملبوسات كانت وما زالت ضرورية في حياتنا اليومية. تزخر جزيرة جربة بمعالم دينية وتاريخية ثرية ومتنوعة، خصوصيات معمارية أهلتها لتدرج في القائمة التوجيهية للتراث العالمي، مشروع يعمل المختصون في هذا المجال على دعمه لمزيد تحقيق الإشعاع العالمي للجزيرة. مساجد متنوعة كتنوع المذاهب،
وهندسة معمارية تميز المنازل الجربية، بالإضافة إلى مواقع أثرية تبرز تعاقب الحضارة على جزيرة جربة عبر التاريخ. ما يميز جزيرة جربة أنها جزيرة عرفت فترة كانت محط كل الحضارات والأطماع في نفس الوقت في المتوسط، مما أثر رصيدها فقد توالت عليها كل حضارات المتوسط، فهناك من يصنفها أنها ذاكرة المتوسط. هو رصيد حضاري وثقافي أعطى لجزيرة جربة خصوصيات جعلتها تندرج في القائمة التوجيهية للتراث العالمي لليونسكو باقتراح من وزارة الثقافة سنة 12 و2000 في انتظار الإدراج الرسمي والنهائي للجزيرة. الورشة اللي قمنا بها السنة الفارطة في 31 ماي بحضور عديد من الخبراء من تونس ومن المحليين، وقع طبعا الاتفاق والنهائي على أن يقع طبعا الترسيم المكونات التراثية لجزيرة جربة. إدراج جربة ضمن التراث العالمي لليونسكو مهمة إن تحققت ستفتح أفاقا وستمنح امتيازات هامة للجزيرة. أهمها هو الاعتراف الدولي بالقيمة التراثية العالمية للممتلك سواء كان ثقافي أو طبيعي، وكذلك مختلف الإجراءات والترتيب التي تنجر عن ذلك. هي مهمة قد تكون صعبة، تستوجب تفاعل كل الأطراف المتداخلة من أجل تحقيق هذا المشروع الذي سيزيد من أشعاع الجزيرة عبر المتوسط. وفي إبداعات الأطفال نواكب فعاليات الملتقى الجهوي للموسيقى والكورال بالمدارس الابتدائية بالمنستير. التظاهرة الموسيقية أثثتها براعم ذات مواهب مبدعة وشهدت تفاعلا كبيرا من قبل الحضور. أطفال من مختلف المدارس الابتدائية بولاية المنستير اجتمعوا في فضاء المركب الثقافي لتقديم باقة من الأغاني، وذلك في إطار الملتقى الجهوي للموسيقى والكورال بالمدارس الابتدائية. هذه تظاهرة من سلسلة تظاهرات تقوم بها المندوبية الجهوية التربية المنستير في إطار قناعة أنه تنشيط ثقافي جزء لا يتجزأ من العملية التربوية ككل وهو رافد للتعلمات. المسابقات تنوعت في هذه التظاهرة لتشمل العزف والغناء المنفرد ومسابقة بين فرق متعددة من كورال المدارس. هذوما وليدات من مدرسة 23 جانفي بتولبة، بوصفي معلم نتاعهم وشفت كونه عندهم معناها طاقات وموهبه ويحبوا معناها ينشطوا، وبتشجيع من الاولياء ومن اداره المدرسه ومن كل الاطارات التربويه معناها انطلقنا في نشاطنا، وكانت الباكوره نتاع الوليدات هذوما هم تبارك الله عليهم الاغلبيه نتاعهم سيسون دي جيني نتاع قرايه، فهمت كيف كيف الابداع الثقافي. 19-24 نحب الكره الخضراء، نحب واني عندي ملي يعني صغيره مغرومه به. تفاعل كبير في صفوف الأطفال سواء كانوا من بين الحضور أو المشاركين في المسابقات، ولكل رأيه حول الفن والغناء. خاطر يلم الناس الكل كايا ويحبوه ويفرهد. نحب الغناء ونحب نربح، نحب ناخذ جائزة قائمة. عجبني العرض برشا وعجبني الغناء وعجبني الأطفال وخاصة اللباس التقليدي. تظاهرة رجعتنا للأيام الشباب والطفولة والماجوريت والبين المعاهد، وحاجة بصراحة نحس روحي صغيرة تو معاهم. الملتقى الجهوي للموسيقى والكورال بالمدارس الابتدائية وحسب المشرفين عليه هو محاولة لاستقطاب الأطفال في فضاء تنشيطي ثقافي يصقل مواهبهم وينميها، بما قد ينعكس إيجابا على مردودهم التعليمي. حصدت مؤسسة التلفزة التونسية عديد الجوائز في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي اختتمت فعالياته ليلة أمس بمدينة الحمامات، حيث توج مسلسل نعورة الهواء بالجائزة الأولى لمسابقة المسلسلات الاجتماعية. كما أحرزت التلفزة التونسية على 3 جوائز أخرى وهي على التوالي: الجائزة الأولى في البرامج الحوارية عن برنامج قضايا دولية القمة العربية، الجائزة الثانية في برامج المنوعات عن برنامج انت عمري، الجائزة الأولى في مجال الأخبار، جائزة عربسات في مجال التحقيق الإخبارية عن تحقيق ورود تبيع العروض.
ويسعد فريق أخبار الوطنية ثانية أن يهنئ كافة المبدعين المتوجين في التلفزة التونسية في هذا المهرجان من خلال أعمالهم المقدمة، ومن بينهم الزميلة الصحفية أماني طرهوني التي تحصلت على جائزة التحقيقات الإخبارية عن تحقيق حول الأطفال بائع الورود على الطريق في تصوير للزميلة أنور المغراوي. ألف مبروك لكل المتوجين. وإليكم التقرير مشاهدين الآن. بخطواته الصغيرة، بخطواته المنهكة المتعثرة والمتأثرة بقساوة الطقس، يقطع الكيلومتر تلو الآخر، يشق المنحدرات والسهول والأودية، يقف للحظات متأملا مستحضرا ربما أو راجيا. نظراته المرتعشة المنكسرة تختزل الكثير من ألم القدر ليواصل مسيرة الكيلومترات الطويلة. يتباطأ أحيانا، يسرع أحيانا أخرى، فتلتقي أنفاسه مع صوت الرياح لتروي قصة وسام ذو 9 سنوات، وتتوج رحلة 4 كيلومترات مشيا على الأقدام بباقة ورد تباع على حاشية الطريق. نبيع في الورد. علاش بيع في الورد؟ باش نعاون به دار. قداش تو تصور في النهار؟ ساعة تصور دينار، ساعة تصور 500، ساعة تصور 2000. ديناران أو 500 مليم هي فرحة طفل قرية العصايدية التابعة لمعتمدية عمدون من ولاية باجة. فرحة قد تنسيه للحظات افتراش الأرض والتحاف البرد ليلا، يحملها معه إلى أخواته الستة بعد أن انقطع عن الدراسة جراء فيضان الوادي المتواصل. بطلت على الويا خاش الواد حامل مي يهزني، خاش بطلت معاش نحب نقرا خاش على الويا. تتعطل فصول الحياة هنا، وتحجب فرحة طفل بين طبيعة قاسية ووضع اجتماعي مترد. أجبر الورود على بيع الورود. وبالورود نصل إلى خاتمة نشرة اليوم، ونذكركم مشاهدينا بأبرز ما جاء فيها من عناوين. العلاقات التونسية الجزائرية نحو تدعيم التعاون لضمان أمننا الحدودي. الانقطاع المبكر عن الدراسة ظاهرة تتعمق، دوافع متعددة تبحث عن إصلاحات. الملتقى الجهوي للموسيقى والكورال بالمنستير صقل لمواهب أطفال المدارس. نقطة الختام مشاهدينا، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.